احتفالا بعيد ارتقاء السيدة العذراء، شارك حشد كبير من الأهالي في وادي النضارة والمحافظات السورية وبعض المغتربين السوريين في إحياء النسخة 46 من كرنفال مرمريتا، حيث ارتدى المشاركون ملابس مفعمة بالألوان وجالوا شوارع البلدة بمجسمات تعبيرية كرتونية وسيارات مزينة بمرافقة فرق فنية استعراضية وكشفية. السنة بيكون 46 من عمر الكرنفال، رغم كل هالصعوبات اللي واجهتنا قدرنا نطلع ونشتغل. أكيد بتشكر أي حدا تبرع لدعم الكرنفال، والشكر كبير لأسرة كرنفال مرمريتا يلي سهرت ليالي لحتى يطلع هذا الكرنفال. رغم كل شيء نحن مستمرين بالعطاء، نحن شعب بيحب الحياة، وأكيد رح نضل مستمرين بهي القصة. عاملين الدعسوقة والقلب رغم الشوب والتعب، يعني عم نعمل جو حلو بالضيعة وبتمنى الكل يجي. يعني نحن طبعا كل سنة عنا مشاركة، السنة حبينا نرجع العالم كيف كانوا قبل العبادات، فحبينا نرجع العالم انه احنا طلعنا آلهة يونانية، فمنشجع كل الناس انها تجي على الوادي وتعيش اجواء السياحة الموجودة عنا ان كان بمرمريتا او كل ضيع الوادي. الكرنفال الذي يعد من السمات المميزة للبلدة وعنوانا للفلكلور يستقطب الأهالي من داخل القطر وخارجه ويشهد إقبالا جيدا عاما تلو الآخر. نحن جروب أصدقاء الطبيعة جايين من اللاذقية على مرمريتا الجميلة. نحن طبعا كل سنة لنا مشاركة هون، بنتمنى من الجميع يجي ويشوف الجمال، يشارك بالكرنفال، يزوروا بلدنا الحلوة. نحن جروب رحلات سياحية، رحلات بسمة حمص، حابين نجي نشوف هون كرنفال عيد السيدي. كل سنة سالمين. أنا من اللاذقية جايين نحضر الكرنفال بحمص، كتير الأجواء حلوة والناس كتير تتعب حالها لحتى أنه تعمل ديكورات وهيك، فعن جد عيدهم مبارك. جايين من حمص من ربلة، الأجواء كتير حلوة، كل سنة عم تكون أحلى من سنة، وإن شاء الله هيك يا ريت تضل أجواء الفرح عامة بكل سوريا. أنا قاعد بوظبي، يعني الحمد لله كل سنة بيجي على الكرنفال وأجواء كتير حلوة. بتعرفي أجواء الوادي كتير حلوة، أخذ صيتها بكرنفال الوادي وبأجواء مرميتها كتير حلوة. تجدد دائم، شباب دائم، إصرار على الفرح، إصرار على الرسائل موجهة للعالم كله أنه نحن شعب قادر يفرح رغم كل الضغوطات الممارسة عليه. يعتبر كرنفال مرمريتا طقسا سنويا يحرص الأهالي والمغتربين على إحيائه في كل عام لخلق جو من البهجة، وليكون بمثابة رسالة من الآباء للأبناء بضرورة الحفاظ على ديمومة الكرنفال باعتباره إرثا تاريخيا وحضاريا لبلدة مرمريتا. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي.